الأفيون برضو مثبط ومخدر للألم، والناس كتير بيستعمله علشان تبطي أكتر وما تحسش بالألم في الجسم. والأفيون ابن عم الترامادول، على فكرة الترامادول ده عبارة عن أفيون صناعي، إنما هو ليه نفس تأثير الأفيون، هو أوبييت أجونست، ليه نفس التأثير، وبالتالي هو بيسبب مشاكل صحية عموما ومشاكل في العلاقة الحميمة بشكل رهيب، لأن هو بيثبط الرغبة الجنسية، بيثبط القدرة الجنسية. ممكن يكون مش هيحس بالألم أعلى، لكن القدرة والرغبة نفسها بتقل. دكتور أحمد، خليني أتكلم برضو في حتة القدرة الجنسية. وممكن تجد شاب رياضي مش أي مشكلات، وفجأة ما عندوش قدرة جنسية قوية، يعني يقول لك مثلا أنا والله ده أنا متزوج وعندي أولاد ومش أي مشكلة، وكنت بمارس العلاقة الجنسية بشكل طبيعي، فجأة حصل انخفاض أو انكسار في العلاقة الجنسية على الرغم من إن أنا مثلا رياضي وما عنديش أي مشكلات صحية. بيبقى إيه السبب في حاجة زي كده؟ والله احنا دايما بنقول ان الاسباب النفسيه بتبقى اكثر في الشباب، و بتيجي فجاه، ما بتجيش بالتدريج، فجاه يظهر المشكله. فدايما دايما الحاجات اللي بتيجي sudden onset يعني تيجي فجاه، وبتكون في اليانج ايج في السن الصغير، بتكون سبب نفسي. واحنا بنقول دايما ان الرجل مسموح له انه ما يحصلش عنده قدرة جنسية في ربع المحاولات الجنسية. ليه؟ لان الراجل بيتعرض لضغوط في الحياة، ضغوط نفسية، ممكن ضغوط نفسية، ضغوط اقتصادية، غير الست تشريحيا هو ما يقدرش يمارس العلاقة الا لما يبقى ذهنيا مرتاح وجسمانيا مرتاح. فاذا حصل فشل في العلاقة في ربع المحاولات الجنسية، احنا ما بنعتبروش مريض. لكن الرجل الشرقي ما بيسمحش لنفسه ولا مرة، فمجرد ما بيجيله المشكلة دي بيعتبر ان هو جاله مشكلة، عنده مشكلة، فبيجيله قلق، فبيبقى تاني محاولة ليه بيبقى عنده قلق من الفشل. القلق ده نفسه بيجيب فشل، والفشل بيزود القلق وبيخش في دايره مفرغه. صحيح. وممكن ده دكتور خليه يدخل في ادمان بقى، اللي هي الادويه المسببه للانصاب. بالظبط يا دكتور. ما احنا دايما بنقول للعيان ايه، ان هو لما تحصل مشكله شور الدكتور، لان الدكتور هيوفر عليه كتير قوي. لان هو بيروح للصيدلي يقول له والله ده انا حصل المشكله دي امبارح مثلا، يروح مديله منشط كلسي او منشط للانصاب، فبيروح واخد مجربه يلاقي الموضوع بقى كويس. هو معك. اصلا كان هيبقى كويس من غير حاجه، لان ده حاجه مؤقته نفسيه، ولكن هو اعتبر انه ما بقاش كويس لما خد الحاجه دي، فابتدا يعتمد عليها نفسيا. صحيح. لما ياخدها يبقى مطمئن، وبالتالي العلاقه تتم بطريقه مرضيه، واصبح ارتباط ما بينه وبين الحاجه دي. ايوه. لما ما ياخدهاش يبقى قلقان، انا نوبادي ما خدتهاش، فيبدا يعمل مراقبه ذاتيه لنفسه، ما يبقاش فيه سبونتينيتي، والخوف والمراقبه الذاتيه يضيعوا الانصاب. يبدا يثبت في دماغه انه لازم ياخد الحاجه دي. ما بيجونا بنلاقيهم سنهم صغير او مش محتاجين الموضوع ده. بس هو اصبح مدمن لها. اصبح مدمن. احنا بنعمل له نوع من الفطام، يعني بنسحبها منه بالتدريج، وبنقول له ازاي يبطل يعتمد عليها. تمام. دكتور احمد، سعداء بوجود حضرتك معانا، نورتنا. في نهايه اللقاء بنشكر الاستاذ الدكتور احمد عطيه، استاذ امراض الذكوره والتناسليه بكليه الطب جامعه القاهره. شكرا دكتور، نورتنا. لا شكرا.